ايه اللي يخلي السيد المسيح يدي ويلات للكتبة والفريسين؟ ايه اللي يخلي السيد المسيح يدي ويلات للكتبة والفريسين؟ ثمان ويلات صعبين جدا، ثمان ويلات صعبين جدا. ويقول لهم ويقول لكم يا الكتبة والفريسين المراؤون، ويقول لهم انتوا عملتم، ويعيد ويرجع ويقول تاني ويقول لكم يا الكتبة والفريسين المراؤون انكم عملتم وعملتم. بكل بساطة ان الكتبة والفريسين بدأوا يعلموا تعاليم الناموس وهم ما يعملوهاش. بدأوا يعيشوا حاجة اسمها التدين الشكلي. تدين شكلي. كل إنسان مننا هيبعد عن الكتاب المقدس، يبعد عن الأسرار ومش هيمارسها بكل أمانة، زي التوبة والاعتراف، زي التناول، زي الصلاة، زي الإنجيل، هيوصل لمرحلة اسمها مرحلة التدين الشكلي. هيبقى الكتاب المقدس بالنسبة له كتاب عادي، زيه زي المجلات، زي أي كتاب علمي بيقراه. لو إحنا فهمنا وما قرناش الكتاب المقدس مظبوط وعشنا الحياة الكنسية مظبوطة، ربنا ما يسمح بكده، نوصل لحالة اسمها حالة التدين الشكلي. القديس بولس بيقول في رسالته إلى أهل فيليبي، فيليبي 4 آية 9، فيليبي 4 آية 9 بيقول: وما تعلمتموه وتسلمتموه وسمعتموه ورأيتموه فيا هذا اعملوا. اللي تعلمتوه مني واللي شفتوه فيا واللي سمعتموه مني، قديس بولس كان عايش كده. فيليبي 4 آية 9، فيليبي 4 آية 9. أول كلمة إنك رقم واحد لازم تقرأ الكتاب المقدس. أبونا راح في اسكندرية يفتقد واحد، راجل دكتور ومراته دكتورة، فبيقول له اسكت مش أنا زعلان من ابني. قال له زعلان من ابنك ليه يا عم؟ قال له هو ما جابش طب اسكندرية فراح طب 6 أكتوبر، وبعدين أنا ببعث له جواب كل أسبوع عشان أطمن عليه وأسأل عليه. طيب حلو، إيه المشكلة؟ قال لي مش بيرد على جواب. الجواب الوحيد اللي بيرد عليه جواب آخر الشهر، عشان الجواب ده فيه إيه؟ الفلوس بتاعت المرتب بتاعه اللي بيدوه. طب ماله؟ طب إيه المشكلة؟ طب زي بعضه إن نسأل عليه تاني وتروح تفتقده؟ قال لي أنا رحت أسأل عليه لقيت كمية الجوابات اللي ببعتها له قد كده على المكتب، ولا بيفتح ولا جواب فيه. طب ممكن تجيب الانجيل بتاعك عشان نقرا؟ حاضر انا اجيب الانجيل، حاضر، بس وانا ادور عليه بس عشان هو زايغ في وسط الكتب وسط الحاجات ومعلش اصل مطرف شويه والدنيا يعني. طب ما ليه مش بتقرا الانجيل؟ اصلا انا قريت الانجيل وانا صغير، انا مش محتاج اقرا الانجيل تاني. اصلا انا عارفه، اصل ارميه هو ارميه وسفر دانيال هو دانيال والعهد الجديد هو العهد الجديد، ايه اللي اتغير فيه؟ هو. قال له طب ايه الرسائل اللي بتكتبها لابنك؟ بتقول له ايه؟ تقول له ازيك يا ابني وحشتني، بطمن عليك، بتروح تقابل اب اعترافك ولا لا، بتروح الكنيسه ولا لا، اتناولت الاسبوع ده ولا ما اتناولتش، يعني من كل الحاجات دي. انا مش بقول له حاجات جديده يعني، هي الجوابات هي. يقول له هي الجوابات، صدقني يا ابوه هي الجوابات هي. كل يوم اسال عليه كده واطمن عليه وازيك يا ابني، بتروح المحاضرات ولا ما بتروحش، كل الحاجات دي انا بسأله. قال له طب ما نفس الكلام، الإنجيل ربنا يسوع المسيح بيكتب لنا جوابات كل يوم، الجوابات دي موجودة هي. الله بيحب يطمن عليك، يفتقدك، يقول لك تبت ولا ما تبتش، رحت قابلت طب اعترافك ولا ما قابلتش. وعد أبونا الشخص ده أن يبدأ نظام جديد في حياته علشان يقرأ الإنجيل ويقرأ الكتاب المقدس. أول خطوة أنك تقرأ الكتاب المقدس. تاني خطوة أنك تخبي الكلام بتاع الكتاب المقدس. داود النبي يقول له ايه؟ خبأت كلامك في قلبي. الشاطر اللي ممكن يحفظ آية مش كل يوم، آية كل أسبوع بس كده، آية كل أسبوع. ولادنا في مدارس أحد الشاطرين بيحفظوا الآية، يقولوا لنا الآية بالشاهد على طول، يقول الآية بالشاهد على طول. تالت خطوة تدرس شخصية، تدرس سفر. رابع شخصية إنك لازم تعيش الكلام اللي أنت بتدرسه. لازم تعيشه عشان ما نوصلش ل زي الكتبة والفريسيين. مثل الزارع اللي اداه ربنا يسوع المسيح اتكلم عن 4 انواع من القلوب البشريه، 4 انواع. بيقول ان اجمل قلب القلب اللي هو بيجيب ثمر والارض بتتفلح فيه والكلمه بتجيب البذره بتجيب ثمر فيه.
احط قدامك سبع اسئله لما تيجي تقرا نص من الانجيل. سبع اسئله، سبع اسئله حطها قدامك عشان وانت بتدرس الانجيل تحط قدامك السبع الاسئله دول. اول سؤال تساله المقطع ده او الصح ده، ايه اللي بيعلمهوني عن الله؟ هنحفظهم مع بعض سهلين جدا. اول حاجه اسال النص ده اللي انا بقراه، الانجيل ده، الصح ده، السفر ده، ايه اللي بيعلمهوني عن الله؟ ايه اللي بيعلمهوني عن الكنيسه؟ ايه اللي بيعلمهولي عن العالم؟ ايه اللي بيعلمهوني عن نفسي؟ تاني اربع دوائر صغيرين. ايه اللي بيعلمهوني عن الله؟ ايه اللي بيعلمهوني عن اخواتي في الكنيسه؟ الدايره الكبيره شويه، ايه اللي بيعلمهوني عن العالم اللي بره؟ والدايره الصغيره خالص بتاعتي اللي تخصني، ايه اللي بيعلموني عن نفسي؟ عن الله. بيقول لي مثلا الله المحب الغافر. انا بتمتع بالمحبه دي بتاعت ربنا، حاسس ان ابن ربنا فعلا، انا بتمتع بكده، حاسس ان الله ابويا. وانت بتيجي وتمارس سر التوبه والاعتراف بتطلع فعلا قلبك مرتاح، ولا ضميرك برضو قلبك شايل الخطيه اللي انت لسه رميها عند ابونا في سر التوبه والاعتراف، ابونا بيحط الصليب على راسك وبتتوب وتعترف وبتدخل تاخد استحقاقات التناول جسد ودم ربنا يسوع المسيح؟ ده اللي بيعلمونا عن الله. اسال وانت بتقرا الانجيل، ايه اللي بيعلمهولي الكتاب عن الله؟ اي تاني حاجه، ايه اللي بيعلمونا عن الكنيسه؟ الكنيسه واسرار الكنيسه. لما يجي واحد يقول اصل الكنيسه مش شكلها كده، لا الكنيسه شكلها كده من زمان، من القرن الاول الميلادي. الكنيسه ما فيهاش قداس، لا الكنيسه فيها قداس، بدليل القديس بولس بيقول لقد تسلمت من الرب نفسه ان في الليله التي اسلم ذاته اخذ خبزا وكسر وبارك واخذ كاس وشكر وبارك وادى للتلاميذ. ايه اللي بيعلموني الانجيل عن الكنيسه؟ اول حاجه بيعلموني عن الله، وتاني حاجه عن الكنيسه، تالت حاجه عن العالم. ايه علاقتي بالعالم؟ بكره العالم؟ لا مش بكره العالم، احنا بنحب كل انسان. ومالناش عدو غير عدو واحد بس اللي هو الشيطان، ده اللي عايز يهلكنا وده اللي عايز يضيع خلاصنا الابدي. انما غير كده العالم كله الله يريد ان جميع الناس يخلصون. هكذا أحب الله العالم، إحنا كمسيحيين ناس بنحب العالم كله، بنحب العالم كله. طبعًا نفسي لما أقرأ الإنجيل أشوف، لازم أشوف نفسي، لازم أشوف نفسي، رغباتي شكلها إيه؟ شهواتي شكلها إيه؟ أمنياتي بقت شكلها إيه؟ إيه اللي أنا بعمله؟ إيه اللي أنا عايزه؟ لازم من خلال النص أشوف نفسي، أشوف نفسي. ولما تيجي تقرأ الإنجيل والروح القدس يرشدك تقول اصل الايه دي بتاعت النهارده، اصل ارميه فعلا لما كان بيبكي كان بيبكي عليا انا النهارده، مش كان بيبكي على بنات اورشليم ولا الناس بتاعت اورشليم، الموقف ده بتاعي النهارده. يبقى حط قدامي اول اربع اسئله، المقطع ده او النص ده بيعلمني حاجه عن الله، عن الكنيسه، عن العالم، عن نفسي. لازم اشوف نفسي في ضوء الكلمه المقدسه. السؤال الخامس، ايه اللي اتعلمه وعيش بيه؟ لازم تطلع بتدريب عملي يكون مطبق في حياتك من خلال الانجيل، لازم. قلت لكم كل مشكله الكتبه والفريسيين كان بيعلموا الناس بس هم ما كانش بيعيشوه. علموا الناس ان هم يدوا الشبس والكمون والشخص، الانسان اليهودي كان يزرع في حديقه بيته يعمل كم حته صغيره كده، يزرع نعناع وشبس وكمون، لما كان يحصد 10 افرع نعناع لازم يطلع ايه؟ العشر بتاعها. طب اثقل الناموس بقى، حكم والايمان وكل الحاجات دي بتروح فين؟ ما كانش بيعيشوا الكلام ده. ايه اللي اتعلمه من نص الانجيل؟ ايه اللي اتعلمه انا؟ ايه الايه اللي اطلع بيها واعيش بيها؟ سمعت ان بيقول ان لازم تغفر، بنغفر ولا لا؟ قريت انك ان الراجل سيد المسيح لما قال لهم المثل العبد الكسلان بالتاجر بوزنتك ولا لا؟ يبقى في درس عملي لازم تعمله. رقم 6، ايه اللي اعترف بيه واتوب عنه؟ مهمه جدا انك لما تقرا الانجيل لازم تطلع بحاجه الانجيل يعلمك ويرشدك، يعمل سبوت كده بيقول لك خلي بالك خلي بالك، يعني بقيت شويه، يعني مش عصبي شويه، عصبي كتير، يعني بقيت مهمل شويه، يعني ده انت بقالك زمان ما قدمتش توبه، داخلين على سنه جديده وليله راس السنه
وعود مع الله جديدة عايزين نحطها قدام ربنا في 2019. فإيه اللي يعترف بيه وأتوب عنه؟ بقالك مدة ما قابلتش شاب اعترافك، بقالك 3 أسابيع ما تناولتش، إيه اللي حاصل؟ فينك؟ فينك؟ والسؤال السابع، إيه اللي أركز عليه ويساعدني إن أتقدم؟ إيه اللي أركز عليه ويساعدني إن أنا أتقدم علشان أوصل لعلاقة روحية جميلة مع الله؟ علاقتنا بربنا من خلال الإنجيل، من خلال التوبة والاعتراف، من خلال التناول، لازم يكون لها مستوى روحي، لازم يكون لنا مستوى روحي معين. ما ينفعش نبقى إحنا مسيحيين، إحنا مسيحيين لازم نكون قريبين من الكنيسة، لازم نكون فعل الأسرار جوا قلوبنا، لازم يكون الإنجيل مطبوع، مطبوع على وشوشنا، مطبوع في قلوبنا. قديس بولس في فيليب 4:9 بيقول: وما تعلمتموه وتسلمتموه وسمعتموه ورأيتموه فيا فهذا افعلوا. قديس بولس كان إنجيل معاش. واللي منكم في اسكندرية ويحب أبونا بشوي كامل، طلعوا عنه كتاب سموه أبونا بشوي كامل الإنجيل المعاش، إنجيل معاش، الإنجيل المعاش. كل ده بواسطة الروح القدس، اللي قال إن السيد المسيح بيقول الروح، بيتكلم عن الروح القدس: هو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. كل ده احنا مش هنعرف نعمله لوحدينا، نعمله بوصاية الخلاص، تناول التوبة والاعتراف، ونقرأ الإنجيل، هنوصل إن احنا نكون أناجيل معاشة. ربنا يدينا كل نعمة وبركة، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن إلى الأبد.